ده يعني ضغط قدام العنوان اللي انا جايبه. العنوان بيقول هندسه الوعي الذاتي رؤية مبتكرة لاكتشاف الذات. اسمعوا لي، انا هبدا بحكمه بسيطه تربينا عليها يعني من الريف الى الحضر. قالولنا زمان ان العلام في الصغر كان نكش في الحضر، والعلام في الكبر كان نكش في الندى. انا بتمنى ان خلاصه المؤتمر ده تنتهي الى جهه قياديه سياديه تتبنى ما تصبو اليه الى وزير التربيه والتعليم. اخواننا احنا عايزين نبني نشر، النشر ده يبقى هو الاساس في عمليه صناعه الذات. زرنا اليابان، لقينا الطفل بيبدا يوم بخوضه، ينظف فصله، وبعدين يبدا دراسه. ايه اللي يجب؟ احنا طبعا بنعيش العكس، بس ما زلموش حاجه من رباه، ما زلموش حاجه من اهله. عشان ما نقولش احنا مجتمع وحش او لا، احنا من افضل الناس. النوابغ موجودين بره اللي عايش في كندا، مصريين احنا عايزين نستغل يعني الساده الافاضل والسيدات الافاضل ازاي ننشر في المجتمع اللي احنا العنوان الجميل اللي احنا حاطينه ده. فبعد انا ما كبرت وهبحث بالذات وهعدل فيها ايه؟ القوي القوي والمجتهد مجتهد والمهندس، ما اقدرش اقول تعالى هنخليك طبيب. يعني انا بتمنى ان يكون هذه التوصيه تتاكد على ان انا بوصي اساسا في ان توصيات المؤتمر العظيمه تنتهي الى وزاره التربيه والتعليم. وانا يعني بعمل مع معالي الوزير مستشار في شؤون البيئه، اي شيء يصدر من حضراتكم وفعلا عايزين توصلوه انا بقدم نفسي على ذلك.